السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم سي طيب قريبا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يحفظك والله يخليك لينا. وكنسمع الإذاعة حقيقة كنرتاحوا بزاف والله العظيم. الله يرفع مقامك لالا نادية. بغيت نعاود لك واحد المشكل ديال واحد أختي عندها 18 عام. نعم. يعني كاين انا والوالده وكاين اختي عندها 18 عام ودابا كانت كتقرا داكشي ديال الاعلاميات. ايه. وقع لها مسكينه مشكل كان فيها الاكتئاب. لا حول ولا قوه الا بالله. دابا كان فيها الاكتئاب ومهم مسكينه قلتها 3 شهور ما كتخرج ما كتحملش بنادم كلشي بنادم كيبان لها كحل. الله اكبر. صافي جلسه 3 شهور صافي ما كتبغيش تخرج كنقول لها يلاه وداكشي ما كتبغيش تمشي لشي بلاصه. ما شاء الله. طيب المهم هي هذيك خليناها كتقول لك لا ما غنمشيش ما غنمشيش شي بلاصه انا الباب ما كتفوتوش 3 شهور هو بنت عندها 18 عام و 3 شهور هي جالسه في الدار ما كتمشي فين. ما شاء الله. منين وقع لها مسكينه الواقع اش نقول لك السيد طيب قريبا بنت زوينه تبارك الله بنت 18 عام جا داك الشيء صافي خرجت لينا الزنقه بغات نطاح خرجت للشانطي دبات انا والوالده ديالي وحق الله لا اله الا الله انا وكنبقى دوي 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 ما تلاش ما تسكت ما تلاش ما تسكت هذيك البنت انا والوالده اللي كاينين بجوجنا. الله اكبر. ناديه واش عرضتوا على شي طبيب مختص؟ دابا تيقول لنا واش السيحه ولا شي حاجه. ما شاء الله. اش قالوا لكم اختي ناديه اش قالوا لكم؟ هي ما فيها لا سحر لا والو. هذا ماشي سحر هذا لا ماشي سحر. إيه. هي كانت تقول لنا بغيت نمشي هي مده 5 سنين وكتعاني من الاكتئاب والبنت تبارك الله كتخرج للبيت وكل شيء كاين انا والوالده وهي الوالده. ما كاينش شي ذكر معكم ما كاينش اخوكم ولا باكم؟ ما كاين والو ما كاينش ميت لها الوالد ديالها عندها 18 عام انا الوالده والداني مع واحد السيد مطلق. ما شاء الله. انت خواتك من الام. اختي عندها 18 عام يعني معنا في الدار صواصي طيب قريبا بنت زوينه تبارك الله ما نكذبش عليك مسكينه تعذبات تعذبات بزاف وحق الله تعذبات بزاف خرجت لينا بالليل بغات نمشي للشانطي تلقى الطوموبيل. لا اله الا الله. هزات الموت بغات نطاحها باش نقول لك مسكينه كتكب عليها الماء ما ادلاش عاقله وحق الله. لا اله الا الله. لا حول ولا قوة الا بالله. اصلا هي كانت مسكينه كتصنط ليك وكل شيء وداك الشيء وكتبقى تبكي كتبكي كتبكي. لا اله الا الله. وانا انا كاين انا والوالده ما كاينش اللي يعاوننا وكتبقى تدوي وما باش تنعس وكتخرج كتجي الوالده كتقول لها شوفي غنقتلك كتجي لي انا كتقول لي غنقتلك ومين مسكينه كتكرم شويه كتجي تبوس فينا دابا كاينه هي في السبيطار كاينه في المستشفى. ما شاء الله. اش من المستشفى ديت ولا ناديه؟ في شيشاوة ولا في مراكش؟ في مراكش سبيطار السعادة ودابا مسكينة كتقول لك أنا علاش أنا مليوحة أنا باقا صغيرة أنا هذا وما كاينش اللي يعاوننا ما كاينش اللي يعاوننا أنا والوالدة ما خدامينش. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يلطف يا رب. دابا كندوي معاك إلا سمعنا شي حد. إيه لا لا. أنا كنسمع فينا شي حد يعاوننا. لا حول ولا قوة إلا بالله. دابا الوالدة مسكينة مسكينة عندها السكر دابا ولا عندها بالخلعة وعيانة ما خدامينش ما والو. لا أختي ما بغيناش الدعوة حق الله الله يجازيك بخير ولا سمعني شي محسن ولا سمعني شي واحد كتصوت لينا. لا اله الا الله. كنت بنت عندها 18 عام ماشي زعما اش نقول لك تبارك الله ايام الجمال زوينه. الان في مراكش في السبيطار واش لقات شي علاج لقات عنايه كاين شي تحسن ولا مازال؟ دابا هي دابا هي كنا جناها جلست شي ايامات صافي بغات تخرج لينا الزنقه وانا والوالده ما كاين معنا لا لا والو. لا اله الا الله. دابا حنا كنمشيو تنمراكش انا والوالده ونصو فالماركوب كنمشيو نجو والاقامه والغربه الله يحسن العون ما عندناش باش نمشيو والوالده مسكينه غير كتسلف ما
خداماش وانا ما خداماش. الله يجزيكم بخير. اللي كيسمعني لا نديا واخا اللي كيسمعني زعما واحد الله وكنقلبوا الاحسان يا الله. إذا كان شي واحد مخفي، إذا كان شي واحد يحس أن بنته ربع منه، ولا بنته عندها 18 عام، بنت عندها 18 كتخرج مقام سكينة، ما في أمراض نفساني، يمكن مسكينة كتكب عليها الماء وباغا تقطع العروق ديالي ديها. إذا كان كيسمعنا شي واحد معقولة. لالا نادية كنشكرك لالا، وإن شاء الله الرسالة توصل بإذن الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. غنقول هاد الحاله ديال هاد البنيه 18 سنه هذه ما نقولش بانها سحر، هذه حاله نفسيه ديال الاكتئاب كيصابوا بها الفتيات في هاد السن وحتى الذكور. في 18 سنه كيوقع عليه واحد النوع من التغيير الفيزيولوجي والسيكولوجي والعقلي وغير ذلك، فكيتبدل وكيوقع ليه شي صدمه. كاين اللي كتوقع ليه صدمه عاطفيه وما تحملهاش، كين اللي غير قضاء من الله تعالى وقدر أن خلايا وهرمونات وأعصاب انفلتت عن محلها، كيعود الإنسان كيشعر بضيق في النفس والتنفس وكيبغي يهجر المكان اللي فيه، كيقلب على مكان مظلم، كيقلب على مكان فيه الصمت وكيبغي يبقى وحده. كين اللي كيكون سلبي كيبغي غير ينعس، وكين اللي كيكون عدواني يقدر يظلم ويضرب ويقتل بدون شعور، وكاين اللي كان كيف كنقولوا كيطج من المكان، انه كيخرج كيبغي يبعد بعيد، كيمشي يعود متسكع في الطرقات بحال شي بوهالي يلاه كيرتاح. هذه حاله مرضيه اختصاص ديالها هو الطب النفسي، وحنا عارفين بان الطب النفسي هو واحد الطب مكلف جدا، وفي بلادنا حنا محتاجين الى المزيد من العنايه بمراكز الطب النفسي، محتاجين لها كثير وكثير بزاف. لان في هذه الاذاعه المباركه كيجوا عندنا كثر ديال الناس اللي عندهم مثل هذه الحالات، وهذه الحالات خصها علاج متواصل ومكلف حتى ماديا. احيانا كيجوا بعض الناس اللي في مدن بعيده بحال دابا الاخت ناديه من شيشاوه، والعلاج لن يتم الا في مركز صحي. المركز الصحي ما كيكون الا في المدن الكبرى، اما الاخطاء مراكش او الدار البيضاء او الرباط او فاس او غير ذلك. هذا التنقل من منطقه قرويه الى المدينه كيكون فيه تكاليف ديال النقل ديال الاقامه، هما مضاربين مع الدواء، وكيعود مشكل اخر ديال الاكل وديال الشرب وديال فين غيجلسوا وشحال ديال المصاريف كثيره. هنا الناس كيتلفوا. شفنا حالات الانسان ما بقاش عارف اش غيدير، ما حيلته للمريض، ما حيلته للمصاريف، وحتى ذاك المرض غير واضح ملي كيمشي عند الطبيب كيخرج لي بعض الادويه كيستعملهم مهدئات اسبوع 15 يوم ثم يعود من جديد. شفنا حالات الله يحفظ يا ربي يا كريم استمرت سنوات طويله حتى كيضطروا بعض العائلات انهم يسلسلونهم بالسلاسل والاغلال، كما كان في بويا عمر. والحمد لله تحيه لوزاره الصحه وفي شخص وزيرها اللي دار واحد الاجراء عظيم من اجل ان نتخلص من الخرافه ونتصل بالمجال اللي عنده علاقه بالعلم والبحث العلمي. لكن هذا البحث العلمي مكلف، خاص لابد الجهات المسؤوله في هذا البلد الامين خصوصا وزاره الصحه انها تزيد في المجال وتوسع الاطار ديال الخدمات النفسيه، ماشي الخدمات الاجتماعيه ولكن النفسيه اللي كيلقاو فيها اناس كيتعذبوا عذاب شديد. فالاخت ناديه حنا كنشاطروك الحزن ديالكم، حنا خلينا الرقم التليفون ديالك، وكنتمنوا ان شاء الله تعالى نقدروا اننا نساعدوك بشيء على الاقل ماديا باش تقدري الاقامه والنقل والمصاريف اليوميه. انت باقا شابه صغيره والوالده امراه ارمله وحتى واحد فيكم مخدام الله يحسن العوان، والمصاريف ديال النقل مكلفة ثم الدواء غادي يكون مكلف. وحنا كنظن بأن في المركز الصحي يعني ما كيقدرش يستوعب واحد العدد كبير ديال الناس في مدة محدودة، ثم كيرد المريض للعائلة. العائلة ملي كترد لها المريض بحال رديتي لها قنبلة موقوتة في البيت، ذاك المريض يقدر يدير أي تصرف، لحظة كيكون هادئ وفي لحظة يهيج، يقدر يضرب بالسكين، يقدر ينتحر، يقدر يدير أي حاجة. فنطلب الله تعالى حتى المحسنين اللي في رمضان كيتنافسوا في بناء المساجد
وهذا عمل رباني وعمل عظيم وعمل كريم. نقول لهم كذلك الله يجزيكم بألف خير إلا قدرتوا تنفسوا في بناء مصحات نفسية. مصحات نفسية لأن الناس ما كيلقوش فين يمشيو وكثار في المجتمع، وبعضهم يرمى به في بعض المآوي ديال الرعاية الاجتماعية، هو غير محتاج إلى رعاية اجتماعية، محتاج إلى علاج نفسي. والعلاج النفسي كما قلت هو مكلف جدا. فكتمنوا المحسنين الفضلاء اللي هما كيتنافسوا في بناء المساجد انهم يتنافسوا كما قلنا في حلقه الامس في بناء الابار، ذاك البيار في العالم القروي. الناس راه مع الجفاف هذه السنه راهم تعذبوا، شحال ديال القرى وشحال ديال البوادي راهم ما كيلقاوش لقم شربه ديال الماء، ولقوا بان البهائم تا هما سخفانين، ولقوا بان الماكينز من السماء خاصو كيفاش نمسكوه عن طريق بعض الابار وحفير ديال البيار. قلنا هذا بالحلقه الامس، يتنافس في ذلك المتنافسون. كذلك في حلقه اليوم كنأكدوا على المحسنين انهم اللي بغى يدير شي عمل ديال البر وديال الخير غادي يكون فيه اجر وثواب اعظم من المسجد، لان المسجد هو بيت الله وارض الله كلها مسجدا وطهورا، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فيما مشينا نصليو، غير نتوضا ونتيمو نصليو، لكن الانسان بنيان الله. هذا الانسان اذا اصابته امراض نفسيه خطيره، هذا الانسان هو اعظم عند الله من الكعبه. الكعبه المشرفه هي مشرفه ومعظمه، ليس اكرم منها الا الانسان، لانه بنيان الله وخلق الله. دعوه للمحسنين لنتنافس في بناء المصحات النفسيه، وايضا دعوه لمن اراد ان يساهم مع الاخت ناديه، حنا خلينا الرقم الهاتفي ديالها من شيشاوا، لمن اراد ان يساهم معها في التكاليف ديال العلاج وديال النقل وديال الاقامه. ونطلب الله تعالى في هذا الشهر الفضيل، شهر الرحمه، شهر التكافل والتضامن، ربي يغنينا اجمعين من فضله. راه الله عز وجل هو الغني وكيوضع المال عند الاغنياء وكي يبتليهم كيف يصنعون به، واش كيعطوا منه الفقراء ام لا. وكل من اعطى وتصدق ووسع على مضيق الا وسع الله عليه ظلمه القبر وضيقه القبر وجعله من اهل الفردوس الاعلى. اللهم امين يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.